الجمله درتي في المو تري سالي خاصها يتخون. المهم هي الجمله كامله فيها بزاف ديال خاصك تبين يعني هذاك الشيء اللي كاين. وانا هذا السؤال من قصه سؤال ثلاثة دوزنا الفرنسي التربيه الاسلاميه داز الاجواء مزيانه دوزنا في الفرنسي والتربيه الاسلاميه داكشي داز ساهل زعما في المتناول ماشي شي حاجه صعيبه يعني خاصك تراجع وتجاوب ماشي زعما بالنسبه للحالات ديال الغش لقيت اللي لا ما كايناش شي حاله ديال الغش الحمد لله كل شيء جالس على ورقته كيكتب علاش ما نقلتيش ما كاينش نقول حافظه علاش غنقول جبتي التليفون اليوم لا ما جبتوش معايا خليته في الدار علاش ما قدش نجيبو معايا حتى اصلا ممنوع وي صعيبه كاين زايره معنا زايره معنا الحراس زايره معنا من ناحيه اش غنقول لك ماش كنقول لك فهمتي زايره دابا ما كاينش من دخل النقله فهمتي ما عندك فين تجبد النقله انت شديتي معك اليوم ديت معايا النقله ضروري عباره عن اجر النقله اليوم ديش معايا طربي اسلاميه ديش معايا واش وراق ولا وراق داكشي صوت وصورة دخلتي معك التليفون لا لا شنو كانت الوسائل اساتذه الاداره ما حرصوا على ان التحدي ما ينقل وما يدخلوش لي بورتابل الاقسام صافي داز الاجواء زوينه كانت الحراس مزيانين كان الاجواء كانت هادئه الاقسام ما كانش فيها الشغب بزاف ما كانوش حالات ديال الغش بزاف ولكن ما تعرضنا حتى ازعاج وبعد كي داز الاجواء في داز الاجواء مزيانه وكان الحمد لله الفرد في المتناول الجميع مع انه كاين بعض الافراد اللي قدروا ما يكونش جاهم الفرد مزيان ولكن كما كان داز مزيان وصباح حيت مع ماما صباح طبيعي الحمار علاش نخلي عندي انا ما غادي نريسكي بحال هكاك ما بغيتش انني نخلي اي ريسك تجي انني يقدر تحصل عندي ولا هذاك حافظه شي حاجه عارفها في راسي غادي نجي نكتبها يعني غادي بنادم يتحلى بالشفافيه شويه كما كان راه خص يكون شويه تكافؤ الفرص ما بين الناس جابته معها حتى لهنايا خديتو ليها رحت غدخل دابا دوز الامتحان علاش ما دير به هو جيت حاسين نجي ونرجع لا تعود تحتاجه ولا تبغي ترجع للدار ما غتلقانيش حاسين نكون حداها هنايا يعني التواصل بيني وبينها هو التليفون وربما يكون انا خارجه ندير وليد اخرين السوايع نورمالمون حسي نكون حدا قريبه منه كاينين بزاف الوسائل اللي كيستعملوا كاين ولكن هاد العام بان ليا الحراسه كانت مشدده بزاف بحال هاد الوسائل اللي كيستعملوا كاين تليفون كاين لي كيت انفيزيبل بزاف الحوايج انا ما كننصحش بها التلاميذ لان كيضيع عام ديال الخدمه عام ديال التعب وديال الصهير وديال الحفاظه وديال المجهود وكيولي الدري في دقيقه كيمشي ليه كل شيء انا ما كنأيدش الوليدات بهذا العمل بحال هكا ما يجيبوش التليفونات ما يجيبوش النقله كي كيقولوا هما الانسان يدير المجهود ديالو الكامل على الله سبحانه وتعالى وصافي